مرحبا. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس الحركة وصلنا لآلة تمرين 12 من السلسلة المعطية ديال كتقول يمثل الشكل جانبه تسجيل حركة مواضع نقطة M من حامل ذاتي في حركة إزاحة فوق منضدة هوائية أفقية. تفصل تسجيلين متتاليين مدة زمنية طو كتساوي 40 ملي سكوند، يعني مدة طو هي 40 ملي سكوند. أولا، ما طبيعة حركة النقطة M؟ إذا أولا نشوفوا طبيعة الحركة، قبل نتأكدوا من المسار وعاد نمروا عند السرعة. إذا المسار، واش كيبان لكم بأن المسار مستقيم؟ إذا كيبان بأن المسار غير مستقيمي وماشي دائري. إذا فاش كيكون ما مستقيم ما دائري كنقولوا بأن حركة منحنية. إذا أولا حركة أم منحنية لأن مسارها غير مستقيمي. بما أن ماشي حركة مستقيمة منتظمة لا داعي لنا نحدو السرعة ديالها، ماشي مشكل. إذا غير هي حركة منحنية. ثانيا، عين ميبيانيا قيمة السرعة المتوسطة للنقطة M بين الموضعين وبين اللحظتين وبين الموضعين M0 و M8. إذا السرعة المتوسطة قلنا هي المسافة اللي كيقطعها الجسم على الوقت اللي كيصغرقو. ثانيا، حساب VM بين M0 و M8. نعلم أن السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة، شنو هي المسافة اللي تقطع من M0 حتى M8، إذن هي M0 M8 على جوج طو، ماشي على جوج طو، على دلتا تي. إذن خلال حركة M بين M0 و M8 لدينا دلتا تي وقت المصارعة شحال هو؟ نحسبو بدلالة طو. إذا من M0 ل M1 داز واحد طو، وصلنا لهنا داز جوج طو، ثلاثة طو، أربعة طو، خمسة طو، ستة، سبعة، ثمانية. إذا ثمانية ديال طو، مدة دلتا تي هي ثمانية طو. ومنه إذا هاد المسافات هادو إلا عبرتهم في التسجيل عندكم هي 0.8. نقسمو عليها، بما أن M0 M1 كتساوي M1 M2، من هذه كتساوي هذه كتساوي هذه، حتى عند هذه M7 M8 كتساوي حتى M7 M8، شي كتساوي 0.8 سنتيم. فإن M0 M8 اش كتساوي؟ كتساوي 8 المرات هذه المسافة هذه، إذن هي 6.4 سنتيم. إذا السرعة المتوسطة القوارية 6.4 فاشاوس ناقص جوج، نحولو من السنتيمتر للمتر، دائما في التطبيق العددي كنرجعو للوحدة العالمية، على مدة دلتا تي هي 8 في طو هي 40 فاشاوس ناقص 3. غنلقاو بأن السرعة المتوسطة دائما هي 0.2 على ما كنظن، إذن هي 0.2 متر سكوند موازي. السؤال الموالي، احسب السرعة اللحظية للنقطة M في كل من الموضعين M1 و M5، ماذا تستنتج؟ إذا نحسبوا السرعة اللحظية، قلنا هنا كنخدموا بعلاقة التأطير لأن عندنا تسجيل. ثالثا، حساب V1 و V5 بنفس الطريقة اللي شفنا قبيله، نقسمو هنا. إذا V1 شنو هي؟ غناخدو المسافة بين النقطة اللي قبل النقطة اللي من بعد، إذا من M0 حتى M2 على جوج طو. عطينا من M0 ل M1 هي 0.8، ومن M1 ل M2 0.8، إذا غتجينا هي جوج 0.8، إذا جوج 0.8 10 أس ناقص جوج، نحولو من السنتيمتر للمتر، على جوج طو، إذا جوج في 40 10 أس ناقص 3. غتلقاو بأن V1 هي 0.5 متر سكوند موانز. بنفس الطريقة نحسبو V5، إذا ناخدو المسافة بين النقطة قبل النقطة من بعد، إذا غنمشيو من M4 حتى M6 على جوج طو، غتساوي لنا جوج 0.8 10 أس ناقص جوج،
على جوج طو دير جوج في 40 فشاص ناقص 3 هاد تطبق على عدد القوامات في 5 هي 0.5 متر سكون موان ز. قبل ما تستنتج نلاحظ ان في واحد كتساوي في 5 ديال حركة ان منتظمة. بما ان في واحد كتساوي لنا في 5 و كذلك في واحد كتساوي لنا في جوج كتساوي في 3 كتساوي وكذلك بنفس الطريقة يمكن أن نبين أن في واحد كتساوي في جوج كتساوي في 3 كتساوي سالب في 8 فإن حركة أم منتظمة. إذا في الأخير الحركة المنحنية منتظمة. السؤال الرابع الآن قالك مثل متجهتين سرعتين لحظيتين سابقتين باستعمال سلم مناسب. إذا تمثيل في 3 متجهات السرعة اللحظية إذا في 1 و في 3 إذا نعلم أن لمتجهات السرعة اللحظية المميزات التالية إذا هضرنا عليهم في التمرين السابق ونذكر بهم الآن. إذا الأصل في كين إذا دائما هو موضع المتحرك هو موضع المتحرك عند لحظة ت. الاتجاه كذا الاتجاه يعني مستقيم على رسم فوق المتجه. قلنا دائما مماس للمسار عند لحظة ت. مماس للمسار عند لحظة ت. المنحى قلنا دائما منحى الحركة هو منحى الحركة والمنظم هو قيمة السرعة. هو قيمة السرعة. إذا عندنا بما أن في 3 كتساوي في 5 كتساوي 0.2 إذا هنا ماشي 0.5 0.2 حتى هنا 0.2 تساوي 0.2 متر سكون موازنة. نأخذ 1 سنتيم كيكافئ 0.2 متر سكون موازنة. إذا نمثلو هاد المتجه هادي بواحد بسبب الطول ديالو 1 سنتيم. إذا الآن نمشي نبداو في 3. إذا في 3 فيها يكون الأصل ديالها هو الموضوع إم 3 هي إم 3 هي إم. إذا نحاول نرسم بعدا المسار. إذا المسار هو هذا إذا هنا أصل المتجه في 3 غيكون هو هنا الموضوع المتحرك. ثاني حاجة خصنا نرسم المماس للمسار داك النقطة هادي. نرسمو المماس هنا المماس غيكون هو هذا. إذا فوق هذا فوق هذا المماس غنحاولو نرسم واحد السهم طول ديال 1 سنتيم انطلاقا من نقطة إم 3 والمنحى ديالو فين غيكون نفس منحى الحركة إذا نحو اليمين. غادي نرجع لهنا ونرسم 1 سنتيم إلى حتى لهنا. هذه هي المتجهة في 3. بنفس الطريقة نرسمو متجهة في 1. الأصل موضع المتحرك هو هذا. هنا غيكون أصل المتجهة. الاتجاه ديالها غيكون مماس المسار. إذا نرسمو هنا المماس ها هو. إذا فوق هذا المستقيم هذا غادي نرسم واحد السهم انطلاقا من إم 1 من نفس منحى الحركة الطول ديالو 1 سنتيم. إذا ما نرسم من هنا السهم نحو في منحى الحركة يعني في هذا الاتجاه هذي الطول ديالو 1 سنتيم عندنا هكا ونجي هنا هو هذا. باش كتلاحظوا في ما كتحافظش واخا كتحافظ على نفس القيمه
خلال مراحل الحركه كيتغير الاتجاه ديالها والملحه ديالها خلال الحركه، وهذا علاش الحركه ديالنا غير مستقيميه منتظمه.